طبعا انت عارف حاله التضخم اللي في العالم كله طبعا. نعم. يعني امريكا اللي هي اصلا والمانيا اللي نسبه التضخم ما كانش تتجاوز 0.5% ولا 1%، وصلنا ل 7%. نعم. فدي حاجه عالميه نتيجه طبعا الحرب بتاعه روسيا واوكرانيا، طبعا مأثره على العالم. قبلها كوفيد 19، كل العوامل دي اثرت واثرت على مصر طبعا تاثير نتيجه ارتفاع سعر البترول، نتيجه ارتفاع سعر القمح، نتيجه السياحه اللي هي كانت شرم الشيخ والغردقه بتعتمد على السياحه الروسيه والاوكرانيه. فكان لابد النهارده، وبعدين التضخم طبعا كان وصل لادنى مستوياته، كان وصل ل 5% وارتفع في الفتره الاخيره وصل 8.9%. فكان لابد من البنك المركزي ياخد اجراءات استباقيه تحسبا لوضع التضخم اللي يعني زي ما بقول بيخبط البلاد في العالم كله. صحيح. وبالتالي اخذ القرارات اللي هي شفناها انه نزل وعاء لمدته سنه فقط لا غير، عشان طبعا التضخم بيأثر على ودايع الناس على دخولهم، وبالتالي ويعمل نوع من الادخار ويقلل عمليه التضخم اللي بتحدث في البلد. وبالتالي وده حصلت الوضع ده حصل لما تتذكر لما وصل التضخم كان ارتفع ساعه لما حصل التعويم، وصلنا كنا التضخم 30%، فاضطر انه ينزل شهاده ل 20% ونزل التضخم لغايه يعني عاوز اقول انه لولا وضع، والحمد لله ان احنا في كوفيد 19 عندنا مراحل كثيره جدا، وكنا من الدول القليله اللي اجمالي الناتج المحلي عندها بالموجب. فانما بقى جات لك بقى الضربه اللي هي الاخرى اللي هي وضع الحرب بين روسيا واوكرانيا، ده اثر علينا طبعا بالسلب. وخد بالك انه لما بيحدث اي توتر او اي هزه في العالم، اول حاجه المؤسسات الخارجيه بتطلع من الدول الناشئه، تطلع على طول. فطبعا اول لما حصلت الهزه دي احنا تاثرنا، زائد انه حصل خروج جماعي من الاجانب، ان هم ابتدوا يخرجوا ويرجعوا تاني لعمليه الدولار ويبيعوا الاذون والخزانه، وبالتالي ده عمل ضغط طبعا على العمله. وفي نفس الوقت عمليه التضخم، فاحنا القرار كان ان احنا نرفع الفايده مؤقتا بسنه واحده فقط ب 18%، بتدي الفايده شهريه، ودول بس في البنكين الوطنيين اللي هم ممكن بيتحملوا طبعا رفع الفايده ده لها اثر. مستوى الاقبال وصل كام دلوقتي يا استاذ محمد؟ 152 مليار جنيه في البنكين. 152 مليار جنيه في البنكين. طبعا بس طبعا هنقول ان في عباره عن فلوس اتحولت من الدولار للجنيه المصري واتربطت شهادات، فلوس اتحولت من داخل البنكين قصروا شهادات او حولوا من التوفير للشهاده 18%، لانها طبعا شهاده سعرها مغري جدا. وفي فلوس جت جديده من الخارج، ناس كانت حاطه فلوسها ابتدت تستثمرها في الشهاده 18%، زائد ما قلت ان هو باعوا دولار او باعوا يورو او باعوا عملات اجنبيه، وطبعا ربطوا بسعر الشهاده 18%. فطبعا احنا بقى لنا اربع ايام، في خلال الاربع ايام في طبعا ضغط على فروعنا في البنك الاهلي وبنك مصر، انما احنا ده دورنا ولازم يعني نتحمل هذا الدور. انما الحمد لله الاجراءات اللي اتخذت في من خلال الاربع ايام، الحمد لله ان احنا نقول انه حتى الان الامور يعني ماشيه كويس قوي. رجع تاني تدفق عملات اجنبيه، احنا وصلنا يعني النهارده بنك مصر جاله تقريبا ما يزيد عن 250 مليون دولار، ورجعوا الاجانب يرجعوا يشتروا تاني في الاذون ويخشوا تاني في البورصه المصريه، وبالتالي ده معناها ان هم زي ما بقول ايه، عوده الثقه ورجعوا تاني. انت عارف الاجانب ده اوقات لما بيخرجوا، عشان كده احنا بنسمي الفلوس دي هوت ماني. الهوت ماني دي يعني ايه؟ يعني في لحظه اموال ساخنه زي ما بتخش زي ما بتطلع. واحنا طبعا مش لازم نعتمد على هذه الاموال الساخنه، لانها زي ما بتخش في اي هزه في السوق العالمي اللي على طول بيقوموا خارجين من الدول الناشئه. احنا لازم نعتمد على مواردنا ونعتمد على تصديرنا ونرشد استيرادنا، هو ده اللي المفروض ان احنا، والحمد لله ان احنا ماشيين في هذا الاتجاه.
في احنا بنعمل يعني فند لتشجيع التصدير ودعمه ودعم الصناعه. فده هو ده الاساس بتاع اي دوله. طبعا السياحه ان شاء الله تعود تاني، لان السياحه انا مش عاوز اقول يعني رب ضرة النفع. احنا قبل كوفيد 19 كنا وصلنا لذروه السياحه، وكنا تعدينا الارقام ورجعنا تاني لما قبل الثوره. رجعنا ان احنا نوصل ل 14 مليار دولار وكنا نتعدى هذا الرقم. حصلت الكوفيد اثر على السياحه، رجعت السياحه تاني الحمد لله في الفتره الاخيره، ورجعوا السياح في القاهره وفي الغردقه وفي شرم. حصلت حرب اوكرانيا وروسيا، والغردقه وشرم بتعتمد اعتماد كلي كانوا على الاوكرانيين والروسيين. طبعا لها اثرها على تدفق الاموال او العملات الاجنبيه، انما الحمد لله ان احنا في خلال الاربع ايام دول الامور يعني انا شايفها انها ماشيه بطريقه جيده جدا.